حملة أمنية في تعز تحولت إلى أزمة، ليست هذه المرة الأولى، فما حدث ليس سوى حلقة في سلسلة من الأزمات تعيشها المحافظة المحاصرة بميليشيا الحوثي والتجاذبات السياسية. الحملة الأمنية التي أعلنتها السلطات المحلية في تعز ضد عناصر خارجة عن القانون متهمة بتنفيذ اغتيالات ضد أفراد الجيش والانتماء لجماعات إرهابية تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع عناصر كتائب أبي العباس التابعة اسميا، يقول كثيرون، للواء 35 مدرع والمدعومة من الإمارات، مخلفة عددا من الضحايا بين المدنيين والكثير من الدمار وسط المدينة. وعلى صوت الاشتباكات ارتفعت حدة التجاذبات السياسية والاتهامات المتبادلة بين من يرى أن الحملة انحرفت عن هدفها وتحولت إلى عملية موجهة بهدف فرض سيطرة حزب الإصلاح والقضاء على خصومه، وبين من يرى أن هذا الخطاب مجرد تشويش على الحملة وأهدافها ودعم للجماعات الإرهابية في إطار لا يبرره إلا الخصومة مع حزب الإصلاح. كيف تحولت الحملة الأمنية إلى أزمة سياسية؟ كيف يؤثر الصراع السياسي في تعز على الوضع الأمني في المدينة؟ وما هو مستقبل الوضع فيها؟ للنقاش سيكون معنا من كوالالمبور الباحث والكاتب دكتور فيصل علي، ومن عدن الصحفي أحمد شوقي أحمد. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك. أبدأ معك سيد شوقي، ما هو توصيفك للذي حدث في تعز خلال الأسبوع الماضي، خاصة بعد الحملة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية في المدينة؟ سيد شوقي، هل الصوت واضح لديك؟ نعم، إذا سألتك ما هو توصيفك للذي حدث في تعز خلال الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن الحملة الأمنية في المدينة؟ طبعا ما حصل في تعز قبل أيام عند إعلان الحملة الأمنية هو حرب ثأرية انتقامية تهدف يعني إقصاء طرف ربما عسكري من داخل المدينة، وليست هذه هي المشكلة، لكن المشكلة هي أن هذا عملية الإقصاء هذه شملت المساكن ويعني منازل المواطنين، وتخللتها أعمال عنف وأعمال اعتداءات وأعمال إرهاب لسكان مدينة تعز خلال 5 أيام من القصف المتواصل، وبالتالي لم تكن حملة أمنية حقيقية ولم تأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان. طبعا خلال هذه الفترة أو خلال هذه الحرب التي أطلق عليها حملة أمنية لم تتخذ الإجراءات القانونية الرسمية لأي عمل أمني مثل استدعاء المطلوبين أمنيا كما هو يطرح يعني في العادة، لم تفعل الأجهزة يعني البحثية القضائية النيابة، لم تصدر أي أوامر يعني أو وثائق مشروعة دستوريا وقانونيا لعمل هذه الحملة كما يقال، أيضا لم تراعى الجوانب المدنية ولم يراعى يعني حياة ومصالح المدنيين خلال هذه الفترة. كان هناك قصف بالسلاح الثقيل داخل أحياء المدينة والتي هي متقاربة أصلا، وبالتالي لا يعني لا يصلح أساسا أن تقصف منطقة سكنية داخل المدينة بالسلاح الثقيل مهما كانت الضرورة الأمنية كما تدعي وكما تقول. أيضا فضلا عن ذلك أن المطلوب الرئيسي في هذه الحملة الأمنية ومجموعته قد تم الجهاز عليهم خلال 2 يوم من الحملة الأمنية. المحافظ أصدر أمرا بإيقاف هذه الحملة، وخصوصا أن هناك العديد من الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسببها، ولكن للأسف تم التمرد على قراراته وتم الاستمرار بالقصف والاعتداء على مساكن المواطنين، ويعني ممارسة أعمال أقل ما توصف بأنها أعمال همجية ولا يمكن أن تصدر عن ضمير يعني وطني حقيقي وعن مدافعين عن مدينة تعز، حتى أن هناك للأمانة حيرة حول مسألة من الذين قاموا بهذه الأعمال. لا يعقل أن من دافعوا عن تعز ومن ضحوا بأنفسهم من أجل تعز شاركوا في مثل هذه الأعمال العنيفة والإرهابية في الحقيقة. بالنسبة لنا كسكان هناك حالة من الرعب والهلع شهدتها تعز، وهناك حالة من الاحتجاج الذي لم يجد ميكروفونا يعني مناسبا ليصل. هناك أيضا حالة خوف الآن في تعز،
وانعدام للثقة بين مختلف القوى الاجتماعية وحالة سخط اجتماعي كبير. أيضا أسفرت عن هذه الحملة يعني عن يعني تحفيز النعرات والنزعات الجامحة يعني للإحقاد وللانتقامات وللتمايزات التي تنتمي إلى هويات أو مراحل ما قبل الدولة. وبالتالي أنت ارتكبت جريمة في حق مدينة تعز، سواء على المستوى الحالي أو في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، أنت تثير نعرات وخلافات بسبب تحيزك وعدم التزامك المهنية في عملك العسكري والأمني. نعم. طيب، أنت أوضحت هذه وجهة النظر. هذا أسأل ضيفي الآخر دكتور فيصل علي من كوالالمبور، الباحث والكاتب. دكتور فيصل، سمعت كلام ضيفي الآخر سيد شوقي، ما هو توصيفك للذي حدث في تعز خلال الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن الحملة الأمنية في المدينة؟ أنا استغرب من الزميل أحمد شوقي أن يكون بكل هذه الحدة ضد حملة أمنية خرجت ضد عناصر إرهابية، الكل يعرفها والكل يوصفها، لا أحد يختلف أن هناك عناصر إرهابية استطاعت أن تقتل ما يزيد عن 300 عنصر من عناصر الجيش والأمن خلال الفترة الماضية. وجود عناصر إرهابية كان من بداية الحرب في 2015، تركزت هذه المجامع الإرهابية في المدينة القديمة، وهي مشكلة طويلة تؤرق الجيش اليمني أو المقاومة سابقا أو الجيش الوطني لاحقا. تمت اغتيالات لأعضاء الجيش، ومن البداية الناس يحذروا، وأنا واحد من الذين حذروا من وجود هذه المجامع الإرهابية بقيادة الإرهابي أبو العباد. الرجل يتبع علي عبد الله صالح مباشرة سابقا، وكان هو في مقاومة الثورة من 2011، انضم للمقاومة لطعن المقاومة من الخلف. وهذا يعني توصيف ليس من اليوم، وليس وليد التكاذبات، وليس وليد المشكلة الأخيرة التي أحدثتها الحملة الأمنية. ربما الحملة الأمنية أحدثت نوعا من الذعر بسبب أن العناصر الإرهابية تمرست خلف المواطنين وأثارت النعرات جهات حزبية معروفة، وأرادت تقسيم المدينة إلى شمال وجنوب تعز، وكأن المسألة مناطقية أو جهوية، لكن في الحقيقة هي حملة أمنية تم اعتراضها من قبل أجهزة تابعة للإمارات متواجدة للأسف في تعز. هناك من كتب تقارير ضد الجيش الوطني من 2015، هناك يريد أن ينتكس الجيش الوطني في تعز ويدخل في مهاترات حتى الجماعات الإرهابية. اليوم بالتحديد هناك في جنوب تعز منطقة الأقروض تمت عملية بعض المواقع 35، لكنها معلومة ما زالت غير مؤكدة. بعض الزملاء اليوم بالإجمال المستفيدين من الحملة الأمنية للدرجة الأولى العناصر التابعة، من يريدون موازنة سواء في تعز من الأحزمة والنقاط والتشكيلات الغير تابعة للجيش الوطني، هم مستفيدين من الحملة الجيش الوطني. نأمل من في تعز أن تكشف نفسها عن هذه المحاصرة. تعز مدينة محاصرة لا تتحمل ترات يسيطر عليه يعني السلطات اللي هي شارعين في تعز. تعز ليست المدينة القديمة ولا المدينة الجديدة، هي باب المندى ومنطقة ممتدة ومساحة تزيد عن 10,000 كيلو. السلطات المحلية أن تتجه لاستعادة مساحة تعز من أيدي بعض القوى التي لا تسمع للجيش تعز ولا للأمن ولا للأحزاب ولا نعم دكتور بالتواجد فيها، مثل المخا وباب المندب التابعين لتعز، لكنهم اليوم تابعين للجيش الوطني. نعم.
نعم دكتور، يعني هناك تقطعات في الصوت ربما أحيانا في بعض الأحيان لا تصل الـ 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 يعني كلامك لا يصل بشكل كامل، سنحاول العمل على ذلك. أعود إليك سيد شوقي، يعني في سياق الحديث أنت قلت أنه تم الإعلان عن حملة أمنية، يعني هي إعلان عن حملة أمنية من قبل السلطات المحلية، هذا متفق عليه، ما الذي انحرف بها إلى ما تفضلت إليه برأيك؟ اولا المناسبه التي اتخذت كمبرر لتدشين الحمله الامنيه كانت هي يعني حادثه اغتيال احد عناصر اللواء 22 ميكا والمقربين من قائد اللواء صادق سرحان، ومنفذ العمليه هو يوسف الحياني كما يقال او يفترض، وهو ضابط في اللواء 170 دفاع قوي، وكلا الشخصين ينتميان يعني من ناحية النفوذ السياسي لنقل إلى جهة واحدة وليس إلى جهة أبو العباس كما يقال. من تقصد؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن الحملة الأمنية يفترض، يعني الكلام هذا يردد وهذا شكل من أشكال التفكير بالتمني، أن نحن الآن أمامنا هناك عدو خارجي، هناك مثلا دولة فلانية أو دولة علانية هي الآن تستهدف وهي الآن تريد، يعني هذا تفكير بالتمني، هذا ما يريده من يبررون الآن لتصرفاتهم. أخي الكريم، نحن نتحدث اليوم على سبيل المثال، يعني مثال بسيط وسأعود لإجابة السؤال، يعني اليوم في هناك مواطن مقيد في الشارع، يعني بشكل همجي، بشكل مؤذي، بشكل مؤلم، مقيد في الشارع بالسلاسل، وحين التقاه يعني أحد النشطاء وهو الزميل عمار السوائي وسأله لماذا أنت مقيد؟ قال إنه أن دراجته ارتطمت بطقم عسكري، وبالتالي فقد قرروا تقييده وأخذ دراجته، ووعدوه بأنهم سوف يعودون يعني لفك قيده يعني في الساعة الثانية ظهرا أو الواحدة ظهرا. يعني هذا الشكل من أشكال الإذلال ومن قبل جنود أمن أو ربما جنود جيش، يعني هذا ماذا تسميه؟ هذا جانب. الأشياء الآخر فيما يخص السؤال ما نفسه، يعني ما هي علاقة هذا الأمر الإجابة على سؤالك؟ كيف انحرفت؟ أي حملة قائمة بأسماء المطلوبين أمنيا؟ نعم، مع وضع الاعتبار الوضع الإنساني لهذه أولاً الحالة. أولا أي حملة أمنية تفضل. لديها قائمة بأسماء المطلوبين أمنيا، واللجنة الأمنية بالمحافظة للأسف دشنت الحملة الأمنية بدون قائمة بالمطلوبين أمنيا، هذا أول مخالفة. ثانيا، ليس هناك أي إجراءات قانونية تمت بشكل سليم حول ملفات الضحايا الذين يتحدثون عن عمليات قتلهم واغتيالهم. نحن لا ننكر هذه الحوادث، ولكننا في نفس الوقت أيضا نريد أن نتأكد من صحتها ومن هوية من تم قتلهم واغتيالهم ودفنهم يعني في مقابر جماعية بتلك الطريقة البشعة. يعني قبل الحكم يراد أن يكون هناك تحقيق رئيسي أولي يخرج للسلطات المعنية وأيضا يضع الرأي العام في الصورة. ثالثا، أنه حينما تقوم أنت بحملة أمنية، الحملة الأمنية أساسا توجه ضد يعني مجموعات مدنية وليس ضد مجموعات عسكرية، المجموعات العسكرية هناك تمرد على قرار الدولة وبالتالي هناك قمع لهذا التمرد، لكن لأنه ليس هناك مبررات واضحة وليس هناك أيضا ملفات مكتملة وليس هناك أداء مهني وليس هناك يعني أي فكرة كاملة عما يريدون، فقط سوى أنه تكريس لنفوذ سياسي معين يتم العمل على هذه الأعمال بحجة الحملة الأمنية. إذن هذه انحرافات في الحملة الأمنية، وهناك أضرار يعني تعرض لها المدنيين، هناك اقتحامات لبيوت، هناك ترويع لنساء حوامل، هناك إحراق لمنازل، هناك طيب إحراق دعنا لمقرات، يعني هناك سيد اعتداء شوقي على منشآت شوقي وعلى أشخاص. دعنا نفصل الآن بينما حدث هذه انحرافات وكأنك الآن لأنك الآن يعني دعنا نفصل ما بين ما حدث بعد الإعلان عن الحملة الأمنية وبين الإعلان نفسه. أنت الآن تتحدث وكأنك تدين الحملة الأمنية والإعلان عنها من الأساس، وكأنك تدين السلطة المحلية ابتداء من المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا، رئيس اللجنة الأمنية في تعز. نعم، أنا أريد أن أقول أخي الكريم أن هناك إجراءات ضبطية وإجراءات قانونية وإجرائية تقوم بها الأجهزة الأمنية وليس معنيا بها المحافظ. المحافظ يكلف بحملة أمنية، المفترض ما الذي يحدث؟ الذي يفترض أن هذه اللجنة الأمنية أو عناصرها سواء قائد المحور أو مدير الأمن أو قادة الألوية الذين أصبحوا هم الذين يقودون الحملة الأمنية وليس قائد المحور ومدير الأمن، المفترض أن يكون لديهم قائمة بأسماء المطلوبين أمنيا. إلى اليوم لم يعلن عن مثلا القبض، إلقاء القبض على مطلوب أمني أو قتل مطلوب أمني من ضمن المطلوبين الأمنيين على افتراض أنه يحق لهم قتل المطلوبين الأمنيين مثلا. إلى اليوم لم نعرف ما هي نتائج الحملة الأمنية، ما حدث هو اجتياح ونهب لممتلكات المواطنين واعتداء على مساكنهم وإحراق لمنازلهم وترويع للمدنيين. نحن يا أخي عشنا 120 ساعة من القصف بالسلاح الثقيل،
هل يعقل هذا الكلام؟ مدينة مساحتها 5 كيلو في 5 كيلو أو يعني 7 كيلو في 7 كيلو متر، تمام؟ تقصف بالسلاح الثقيل خلال 120 ساعة متواصلة، هذا ترويع وإرهاب للمدنيين، هذا تخويف. وتخللتها أيضا حملة يعني داخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مفردات، طيب يعني فيها نعرات، فيها تحريض، من سيتوقي؟ من هو الذي قصف المدنيين؟ ولا ينتمي للهوية الوطنية، وأيضا تهديد لنا بالقتل. نحن خرجنا من تعز مهددين أخي الكريم. فإذا كان يعني هذا العمل عن قصف يسمى حملة أمنية، عن قصف للمدنيين، فإذا يعني على الدنيا السلام. نعم. سيد شوقي، أنت تحدث عن قصف للمدنيين، من نعم. هو الذي قصف المدنيين؟ تتحدث عن اجتياح نعم. ونهب لأملاك المواطنين، من هم ما قاموا بذلك؟ والله إلى الآن إذا كان هناك سلطة ضبط وربط وكما يقال أجهزة أمنية وأجهزة عسكرية تقوم بواجباتها لاستطاعوا هم أن يخرجوا ويعرفوا من الذي قام بهذه الأعمال. يعني مثلا هناك حالة طيب أنت تتحدث عن طرف نجيب حنش، من هو هذا الطرف؟ أحد المواطنين العاديين الذي ليس لهم لا في العير ولا في النفير، وليسوا ضمن قوة أبو العباس العسكرية وليس لهم علاقة بهذا الأمر. هذا كان بقال لديه ذقن طويلة، شخص متدين لديه ذقن طويلة، تم أخذه من يعني التقى الرصاص عليه ثم أخذه من المستشفى وإعدامه ميدانيا كما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي وكما يطرح ناشطون بهذا الكلام. ثم أنت تبحث عن من قتله، يقال أنه تم الإلقاء على شخص هو الذي نفذ عملية قتله. بعد يومين يتم اكتشاف أن الشخص الذي تم القبض عليه هو ليس مدانا بهذه الجريمة وليس له علاقة بها. لكن سيد شوقي، ألم يكن هناك يعني نحن الجريمة. سمعنا جميعا جميعا سيد شوقي تسريبا لأحد قيادات كتائب أبو العباس وهو يهدد بضرب تعز بصواريخ الحرارية وحرق المدينة، لماذا لا يتم لوم هذه الجهة ويتم إلقاء اللوم على سلطات الضبط والسلطات التي تنفذ الحملة الأمنية بقرار من المحافظ؟ حسناً، أنا الآن سأضع اللوم على هذا الشخص وأقول للحكومة وللدولة وللقضاء العسكري حاكموه بما فعل. إن كان قال هذا الكلام ولم يفعله حاكموه، وإن كان قاله وفعله حاكموه. حاسبوه أنتم كقيادة في الجيش وك يعني مؤسسة عسكرية منضبطة كما تقولون. نحن لسنا مطالبين أساساً بأن نحاسب فلان لأنه قال أو علان لأنه قال. نحن نتحدث بشكل أساسي، وأنا لا أتكلم وأنا لا أبرئ لا محمد نجيب ولا غيره، ولست معنياً أساساً بالدفاع عن أشخاص، وإنما تحدث بشكل أساسي كمواطن مدني تلقى يعني ضرب وقصف داخل مدينته بشكل مروع، والناس خائفون من الحديث حول هذا الأمر، ولذا تحدثت بهذا الموضوع. ولو كان هذا محمد نجيب، وأنا لم أشاهد الفيديو إلى اليوم، وإذا كان محمد نجيب هذا من قال هذا الكلام وفعله، تمام، فأسوف أشتكي منه. لكن ما دامه قال ولم أره فأنا أدين الكلام الذي قاله وأطالب بمحاكمته إن صح هذا الكلام، وربما يعني أنا أثق طيب بطرحكم. كيف يمكن حدوث ذلك؟ لكن للأسف نحن كيف يمكن ضبطه؟ سيد شوقي، كيف يمكن ضبطه وضبط العناصر الخارجة عن القانون؟ مطاردين، نعم. ما هي الطريقة التي تقترحها؟ نعم. لضبطه وضبط العناصر الخارجة إلى القانون، الطلب منهم مثلا أن يأتوا إلى السجن أو إدارة الأمن، إرسال وسطاء، كيف ما هي الطريقة التي تريدها أو تقترحها؟ هناك أولا من الناحية القانونية، يعني ونحن لا نريد أن نعلم العسكريين ورجال الأمن والضباط عملهم، لكن من الناحية الأمنية هناك مثلا المسألة هذه تخص الشرطة العسكرية بالدرجة الرئيسية باعتبار أن هؤلاء عسكريين مثلا ومرقمين في الجيش، ويفترض أن القضاء العسكري والنيابة العسكرية في محافظة تعز توجه لهؤلاء استدعاءات للرد على الاتهامات أو الادعاءات الموجهة عليهم، وتوجه لقادتهم أيضا طلب بتسليم هؤلاء الأشخاص، ويفترض أن يعطوا مهلة، وإذا لم يسلموا فيجب البدء بالإجراء الذي هو لاحق لهذا العمل. إذا حصل هذا الكلام ولم يسلموا هؤلاء الأشخاص وتم كشف هذا الكلام للرأي العام، فالشعب والشارع كله سيقف مع كل من يقوم بضبط العناصر المتمردة في، ولن نقول المطلوبين أمنيا، لا، العناصر المتمردة بالأساس، المتمردة على القانون العسكري وعلى القيادة العسكرية وعلى العرف العسكري وعلى العمل العسكري. الآن يجب ملاحقتهم، لكن حينما تأتي أنت بدون أن تسمي أي مطلوبين، نحن حتى لم نتحدث، يعني رغم أنه من حق الناس أن يعرفوا من هم المطلوبين أمنيا لكي يكون المسألة واضحة ومفهومة، ولكي يتاح الفرصة لمن يريد أن يسلم نفسه أو لمحيطه الاجتماعي أن يضغط عليه لتسليم نفسه لتجنب أي كوارث. طيب، ألا يمكن اعتبار أن ما حدث خلال الأيام الماضية كانت محاولة لضبط هؤلاء الخارجين على القانون مطلوبين أمنيا وقت تنفيذ العملية الأمنية؟ سيد شوقي، ألا يمكن اعتبار يعني إذا هذه العناصر
غير يعني لا تتعامل بشكل سلس وعبر الأوامر العسكرية المتسلسلة وتنضبط وفقا لها، أليس صحيحا أن يكون هناك إحضار لهم؟ أليس صحيحا أن تكون هناك محاولة لضبطهم من قبل اللجنة الأمنية؟ ألم تقل أنت أن اللجنة والعساكر هم أخبر بالطريقة التي يتعامل بها مع هؤلاء الخارج يعني المتمردين على قراراتهم؟ واضح أن ثقافتنا القانونية للأسف تجاوزت معرفة العسكريين فيما يفترض أنه مجالهم. هناك للأسف يبدو عسكريين يعني أو ناس حصلوا على رتب عسكرية ولكن ليس لهم خلفيات أو دراسة في كليات عسكرية وحربية، وهناك أيضا أشخاص ربما نسوا المنهج. نحن نتحدث عن إجراءات قانونية أخي الكريم، وحينما يكونوا أخبر بعملهم فليفعلوا ما شاءوا، ولكن ليس على رؤوس المدنيين، وليس بالسلاح الثقيل، وليس في وسط مدينة مزدحمة، وليس كلما نووا أو تفرغوا أو وجدوا أنفسهم في حالة توق لإثارة الفوضى يقوموا بإثارة الفوضى. نحن حياتنا في تعز متوقفة منذ 4 سنوات، المؤسسات متوقفة، الحياة العامة متوقفة، الاقتصاد متوقف، السوق متوقف، رجال الأعمال متوقفون، كل هذا بسبب الفوضى الأمنية التي يثيرها من يعني ينصبون أنفسهم قادة للعمل العسكري والعمل الأمني. الآن أكثر الفوضى التي تحدث في تعز، وأنا لا أتحدث عن المدينة القديمة لأنني لست خبيرا بما حدث داخل المدينة القديمة، لا أستطيع أن أجزم بما طيب. نفذ هذه الجرائم ولا ما هو يعني توصيفها أو التقرير الشرعي أو تقرير الطبيب الشرعي لهذه الجرائم، لكن أتحدث عن المدينة في نطاق سكننا وفي نطاق معيشتنا، المدينة المكشوفة التي طيب. يراها الجميع. وهذا ما يدفعني إلى نقل هذه النقطة إلى ضيف آخر ضد غيرنا من الناس، وللأسف لم يلاحق هؤلاء المطلوبون وهم يعني أفراد في ما يسمى أو من نعم. يعتبرهم أنفسهم أفراد في الجيش الوطني، هؤلاء لم يلاحقوا، وإلى اليوم مطلوبين أمنيا في صف من قاموا بما العملية الأمنية أو الحملة الأمنية لم يسلموا. طيب لكيف وضحت هذه النقطة سيد شوقي؟ وضحت هذه النقطة سيد شوقي، دعني أنقلها إلى ضيف الآخر دكتور يعني فيصل علي. النظام والضبط نعم. والرفض داخل تعز. دكتور فيصل، يعني هل يعني تسمع سيد أحمد شوقي الذي يتحدث بمبدأ المواطن كما يقول، الذي يخاف على مدينته، لا يريد يعني شعر بالإرهاب والترويع من خلال نتائج ما حصل خلال الأسبوع الماضي، هل كان القضاء، وأسألك هنا، هل كان القضاء على عنصر إرهابي أو مجموعة من الخارجين أو المتمردين على الأوامر العسكرية يستحق كل هذه الحرب إن صح التعبير، هذا الدمار الواسع الذي حدث؟ ألم يكن من الأولى حماية المدنيين وتجنيبهم هذا الوضع؟ ليس هناك دمار واسع، وليس هناك ترويع، وليس هناك استخدام للسلاح الثقيل. من استخدموا الصواريخ الحرارية هم الإرهابيين بقيادة أبو العباس. الجيش الوطني استخدم السلاح المشاة من آليات ورشاشات خفيفة. ما يعني ردة الفعل هي كانت المعاكسة، وهي التي كانت تستهدف المواطنين خارج نطاق العمليات، خارج نطاق المدينة القديمة، وامتدت إلى أجزاء أخرى من المدينة، وصلت القذائف إلى مناطق بعيدة. الحملة الأمنية كما تفضلتم وتحدثنا من سابق أرادت القضاء على عناصر إرهابية. هناك من يريد تسجيل هذه العناصر الإرهابية بكشوفات وإرسالهم كأنهم مدنيين أو كأن يعني يطلبوا عبر يعني الآلية المدنية عندما يتم الاختصام بين طرفين. لا، هذه عملية تستهدف الإرهاب. هناك في اليمن وتعز جزء من اليمن 3 أنواع من الحروب، واحد منها الحرب على الإرهاب. هذا ما كان يجري في تعز بهذه الحملة الأمنية هو ضمن برنامج الحرب على الإرهاب وممول من قبل التحالف. بعض دول التحالف مثل الإمارات تريد إثارة الإرهاب وتدعم القاعدة، ليس في تعز وحدها وإنما في مدن أخرى استخدمت القاعدة، في عدن وفي أبيان وفي حضرموت
واستخدمتها في تعز وتستخدمها الآن في الساحل الغربي وتستخدمها في المخا وفي مناطق أخرى، وهذه هي الخطورة. تريد تحويل الصراع في اليمن من صراع سياسي ما بين شرعية وامتلاك إلى صراع طائفي ما بين سلفيين وزيود وشوافع. هذه هي الإمارات التي تريد تحويل الصراع وتريد تطيف الصراع كما طيف الصراع في سوريا، وأنت تعلم بذلك والإخوة المشاهدين يعلمون بذلك. هناك من يريد تطيف الصراع في اليمن، في تعز بالتحديد لم يجدوا يعني من يطيف الصراع، وجدوا عناصر إرهابية تقوم بطعن الجيش الوطني. لكن دكتور يعني في هذا السياق ما دلالة هذه الأخبار التي تتناقل على مدى واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم المحافظ لاستقالته، وأيضا يعني الإشارات التي كانت في يعني حديث الرئيس عبد ربه منصور هادي حول ضرورة أن يلتزم كلا الطرفان بضبط النفس، وكأن الحديث عن أطراف ليس يعني لا يبدو الحديث وكأن هناك مشكلة أمنية. إن كان هناك نكبة على اليمن فهي النكبة وجود هذا الرئيس الذي تفضلت بذكر اسمه. هذا الرجل قال في عمران، عادت عمران إلى حضن الدولة عندما استلمتها الميليشيات الإرهابية الحوثية، وقال نفس الكلام عندما تم ترحيل أهالي دماغ، وعندما سقطت عمران قال نفس الكلام، وعندما سقطت صنعاء قال نفس يوم سقوط صنعاء، وهو يردد هو وبعض الأطراف السياسية نفس الكلام. لماذا لا نستعرض من عدم الاستماع لمثل هذه الطروحات؟ هناك جيش وطني أخبر بما يصنع، الرئيس هذه يعين أبو العباس بقرار من وهو يعلم أنه ضمن قوائم الإرهاب، الإمارات أدرجته ضمن قوائم الإرهاب، قطر أدرجته ضمن قوائم الإرهاب، السعودية أدرجته ضمن قوائم الإرهاب، لماذا ما زال هذا الرجل على مسمى تحت اللواء 35 أو كتائبه المسمى باسمه تندرج تحت اللواء 35 اسمه وهي لا تندرج فعليا تحت هذا اللواء؟ المحافظ شخص مدني وتعز منطقة عسكرية، كان الأولى تعيين محافظ عسكري، لكن شاءت الظروف والأقدار أن يكون الأستاذ نبيل شمسان وهو رجل إداري وسياسي محنك بامتياز أن يكون على رأس هذه المدينة وعلى هذه المحافظة، وقد رحب به الجميع، المتصارعون جميعا رحبوا بوجوده وما زالوا يرحبون بوجوده. تراخي عن حرب الإرهاب هو من سيدفع ثمنه، المدينة من ستدفع هذا الثمن، المواطن أحمد شوقي والمواطن فيصل وكل المواطنين الذين يقيمون في المدينة، أهالينا الذين يقيمون في المدينة سيدفعون ثمن تمادي عناصر الإرهاب في إرهاب المواطنين. يعني هل الحل لإيقاف هؤلاء هو الاستمرار يعني بوضع المدنيين بهذا الشكل الخطير؟ يا سيدي، من يستخدم المدنيين بهذا الشكل الخطير هي العناصر الإرهابية. يجب أن تكون هناك خطة محكمة للقضاء على الإرهابيين بدون الإضرار بالمدنيين، لكن فعليا هم يتمترسون خلف المدنيين. يجب على كل القوى السياسية أن تتركهم لحالهم. هؤلاء العناصر الإرهابية يجدون دعم سياسي من بعض الأحزاب السياسية مثل التنظيم الناصري والاشتراكي، كانت بياناتهم تؤيد هؤلاء الناس ولا تتحدث عن الضحايا المدنيين بالشكل الواضح. إذا كان الحديث عن المدنيين كلنا مع المدنيين، ونحن مع عدم الإضرار بالمدنيين، وأنا بالمناسبة مدني ولست نافقا لا باسم حزب ولا باسم جيش ولا باسم أحد، لكني مع تطهير مدينة تعز من الإرهاب مثل ما كل البرامج التي وضعت في هذا العالم لمحاربة الإرهاب يجب أن تضع. وقد تحدثت الطواعد. نعم دكتور، وقد تحدثت عن الجانب السياسي، دعني أسأل سيد شوقي هنا. يعني سيد شوقي تقولون أن الحملة يعني يتم الحديث على أن الحملة إصلاحية باعتبار أن هناك قيادات أو أفراد قد يميلون للإصلاح وهم في القوات الأمنية أو العسكرية المنفذة للحملة، لكن وفقا لهذا المنطق الذي يطرح، هل يمكن القول أن العناصر الخارجة عن القانون، العناصر المندرجة إرهابيا تتبع لأحزاب الناصري أو الاشتراكي أو غيرها لأنهم منتمون لجماعة أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع الذي يعني تصدرونه وكأنه محسوب عليكم؟ أخي، القيادات الإصلاحية في اللواء 35 تقريبا تتجاوز النصف، يعني هذا أخذها معلومة للزمن.
ليس هناك بالنسبة لنا لواء إصلاحي ولواء ناصري ولواء اشتراكي، كل الألوية هي جيش وطني، وكل أفراد هؤلاء الألوية هم أبناؤنا وإخوتنا وأهلنا. لن نضحي بدماء هؤلاء الناس ونضحي بدمائنا من أجل أن ينصر حزب ويهزم حزب، ولن نضحي بأبننا وحياتنا من أجل أن ينصر حزب ويهزم حزب. هذا كلام فارغ. لكن حينما نتحدث عن القيادات العسكرية والتي تمارس عملا مسيسا أكثر من كونه عملا عسكريا، فهذا أمر آخر. المسألة التي هي أهم فيما يتعلق بسؤالك، أن للأسف يعني قوى الإعلام التابعة للإصلاح ومراكز الإعلام التابعة للإصلاح ونشطاء الإصلاح دائما ما ينبرون لكل دعوة لمعالجة هذه المشاكل من الناحية القانونية. وأنا أتحدث عن أخطاء القيادات العسكرية التي تفتقر للأداء المهني ولاحترام شرفها العسكري واحترام المواطنين. هذه القيادات التي للأسف باعترافات عدد من المطلوبين أمنيا ممن تحت حمايتهم أنهم هم من يديروا عملهم الفوضوي داخل محافظة تعز، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن أشخاص يجب التحقيق معهم ويجب التحقيق في الادعاءات المنسوبة إليهم، بحيث أن ينصف المواطنين من مما يقومون به ومن إهمالهم وتقصيرهم، فضلا عن ممارستهم المتعمدة للفوضى. حينما ينبري الأخوة في الجمعة العلمية للإصلاح كانوا مثلا بعض الأعضاء أو بعض وسائل الإعلام للدفاع عن هؤلاء وشتم ومهاجمة الأطراف الأخرى والأحزاب الأخرى واتهامها بما ليس فيها، هنا يصبح العملية كما تفضلتم هو جانب سياسي، يصبح الآن تم تسييس القضية، وبالتالي أصبح الإصلاح منبريا للدفاع عن هؤلاء الأشخاص الذين هم مشتبه بتورطهم في هذه الجرائم. هذا جانب رقم واحد. جانب رقم اثنين، ما يتعلق بالمدنيين، أنا لا أدري أين هي حسابات المدنيين في حديثكم سوى الاستدراكات الطفيفة حول مسألة المدنيين. يعني نحن يجب علينا أن نصف الإرهابيين الذين لا نعرف من هم ولا نعرف أسماؤهم، ولم يتم تحقيق نجاحات في مسألة تصفيتهم. على فكرة يعني أبو العباس في الكدحة ربما صفاء إرهابيين وأعلن عن أسماؤهم خلال مرحلة بقائه في الكدحة، كما يقال الإرهابي أبو العباس. يعني سيد شوقي، هل يتم الإعلان عن أسماء إرهابيين؟ سيد شوقي، يعني حتى الجيش والأمن حتى يكون هناك وضوح، سيد شوقي، هل يتم الإعلان عن أسماء إرهابيين عادة عند الملاحقات الأمنية في أماكن أخرى من العالم؟ وكانت داعش موجودة في تعز، وكانت هناك تنظيمات متطرفة كثيرة موجودة في تعز خلال فترة هذه الحرب، وكان هناك ذبح، وكان هناك قتل، وكان هناك رمي في السائلة يوميا، كنا نعيش هذه المشاهد. حينما صعد أبو العباس الإرهابي أبو العباس، هذه المشاهد اختفت من داخل تعز، وهؤلاء بالتدريج يعني بدأوا يختفون، والقاعدة أعلنت انسحابها من تعز، ونزل الأخ عبد العزيز قباري وبذل جهد في إخراج هذه الجماعات من داخل تعز، يعني عبر إقناعها بالخروج، كون تعز ليست حاضنة لهذه الجماعات المتطرفة. والآن فيما يخص الجرائم التي تحدثون عنها، عليهم الخروج بتقارير كاملة وتحديد أسماء المتهمين، يحتفظوا بها لأنفسهم، لا نريد أن يعرضوها علينا، يحتفظوا بها لأنفسهم. لكن كل عملية تطلق يجب أن يعرف ما هو من هو المطلوب وكيف تم القبض عليه بدون الإضرار بالمدنيين. طيب دكتور فيصل، يجب أن تكون حاضرة. دكتور فيصل، يبدو من كلام يعني يفهم من كلام ضيف الآخر سيد شوقي أن قبضنا عليهم ولم نهدم بيوت، نعم، ولم نحرق بيوت، ولم نروع نساء، ولم يعني نؤذي أطفال، ولم ننهب بيوت. هؤلاء نهبوا سيد البيوت، نعم، وأنتم تعرفون وريتهم بالصور وهي واضحة هذه العملية. طيب دعني أسأل هنا الدكتور فيصل، يعني يفهم من كلام ضيفي السيد شوقي على أن أبو العباس هو من يحارب فعليا الإرهاب في تعز، يعني عندما كان موجودا، نعم، لم يكن هناك ترويع للمدنيين. عندما كان هناك، يعني عندما كان موجودا ومسيطر على كثير من احياء المدينه، تم قتل 300 ضابط وعنصر من عناصر الجيش الوطني ومن الامن. لماذا تمدري بعض القوى السياسيه لتكون هي الغطاء السياسي لهذا الارهاب؟ لماذا يعني تضع بعض الاحزاب السياسيه تاريخها النضال الطويل على المحك لتلتحم بجماعات ارهابيه؟ كيف تريدون من الجيش الوطني القيام بمهامه؟ تريدون من الاجهزه الامنيه القيام بمهامها وهناك من يعترض الحمله منذ الوهله الاولى لانطلاقها؟ هناك من بدا يشكك بنفس لحظه انطلاق الحمله الامنيه، هناك من يشكك بان هذه الحمله غير مبديه وانها ستفشل وانها فشلت وانها ستقتل المدنيين، وان كان هناك تنسيق ما بين هذه الاجهزه الاعلاميه التابعه لبعض القوى السياسيه للناصريين تحديدا وتبعهم الاشتراكي كما قلنا في بيانه
الوحيد المتفرد، وكانت منظمة الحزب الاشتراكي قد شاركت منذ بداية الحرب يعني بكل مهنية وبكل مسؤولية، بينما شارك الإخوة في التنظيم الناصري منذ اليوم الأول بكتابة ورفع التقارير إلى الإمارات وإلى جهات خارجية بأن الجيش الوطني هو تابع للإصلاح، وأن الجيش الوطني، يا أخي الكريم، كم عدد الجيش الوطني، كم عدد المنتمي للإصلاح لهذا الجيش الوطني؟ هل يصلون إلى 10 أو 15%؟ إذا كانوا قد يعني زقوا بأفرادهم للدفاع عن المدينة فهذا شيء يشكر لهم، وليس هذا عيبا، والعيب أن يعير الجيش الوطني اليوم بأنهم لم يأتوا. لكن دكتور، يعني دكتور، من خلال سيطرته، يعني من خلال سيطرته دكتور، من خلال يعني ما يمكن أن يكون سيطرته على قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومن خلال أيضا تواجده الكبير، تواجد أفراده الكبير في هاتين المؤسستين الداعمين له على الأقل، يعني يستطيع حزب الإصلاح تجيير، كما يقول كثيرون، يستطيع حزب الإصلاح تجيير مهام هاتين المؤسستين لخدمة مصالحه. من هنا كما يبدو يأتي موقف هذه القوى السياسية، القوى المدنية أيضا، الذي بات يرفض حتى منطق الدولة الذي يرفعه الإصلاح. ما هي مصالح الإصلاح في تعز كحزب سياسي؟ لا يوجد للإصلاح لا أطماع سياسية أكثر من تحرير المدينة وتطهير المدينة من العناصر الإرهابية، وهذا مطلب الجميع، مطلب المواطن ومطلب الأحزاب السياسية كلها أعلنت. لكن هناك عندما تبدأ حملة أمنية وتواجه بكل هذه الاتهامات من البداية، قبل أن تخطئ الحملة الأمنية كان هؤلاء الناس يتحدثون أن هذه الحملة الأمنية خاطئة، قلت لك يريدون كشوفات بأسماء الإرهابيين وكأن الحملة ذاهبة للقبض على أناس لم يدفعوا ضرائب الفواكه أو ضرائب المبيعات في سوق من الأسواق. هذه حملة ضد الإرهاب، كان المفترض أن تكون الأجهزة الأمنية عند مستوى المسؤولية، وأن تكون الأجهزة المدنية عند مستوى المسؤولية، وأن يكون المحافظ عند مستوى المسؤولية. كيف يطلق حملة عسكرية وعندما تكون وسط النار، وسط إطلاق النار، يقال للحملة أن تعرض؟ هذه ليست مهنية. من يعيرون أن الجيش الوطني قادمة من المدارس أو من المدرسين، هؤلاء نقول لهم عندما فشلتم كجيش، عندما فشل الجيش اليمني في الصمود أمام قطعان الهمج الإرهابيين الحوثيين الذين توافدوا إلى تعز وغير تعز، انبر الأساتذة لأن طلابهم العسكريين كانوا فاشلين. وليس من المعيب أن يتحول المواطن المدني أو المدرس أو أيا كان، أو الطبيب أو الفلاح، إلى جندي عندما يدعوه الوطن إلى ذلك. تعيير الناس بأنهم دافعوا عن وطنهم هذه ميزة لهم. طيب في هذا السياق دكتور، دعني أسأل سيد شوقي، هؤلاء دعني أقول لك أنهم لا يفقهون سياسيا ولا يفقهون عسكريا ولا يفقهون ما هو الواجب الوطني في تلك اللحظة. نحن مع إعادة تأهيل الجيش الوطني ومع تدريبهم ومع تدريب كل القوى. وضحت هذه النقطة دكتور، من هذا الصراع وضحت هذه النقطة. لكن دعني أسأل سيد شوقي، يعني المدينة الآن تحولت إلى ساحة للصراع السياسي بشكل واضح، الذي كما يبدو يتخفى خلف شعار الدولة ومؤسسات الدولة. الجميع يرفع هذا الشعار كما يتابع يعني المشاهد لهذا المشهد في تعز، لكن ما نراه يمضي باتجاه معاكس تماما. مثلا الآن ما هي الدولة التي تريدونها أنتم؟ هل هي الدولة الخالية من حزب الإصلاح؟ نعم، هو واضح أن الدكتور فيصل علي، يعني ما لست أدري إن كان يقرأ من صفحة الأخ منير المحجري، الاسم المستعار على فيسبوك، والذي يردد هذا الكلام منذ 4 سنوات، والذي قد وصلنا إلى مرحلة يعني من البغر بسبب تكراره دون أي فائدة وأي جدوى. كان يعني يفترض، نحن نتحدث من البداية وحتى الآن نقول كلمة واحدة، يا أخي الإجراءات القانونية هل هي عيب أو حرام؟ لماذا هي مرفوضة؟ هذا جانب. لماذا لا يستكملون أي ملف جنائي أو أي إجراء قانوني؟ ثانيا، أنت تريد أن تطبق القانون، هل تنتدب القتلة والمجرمين والبلاطجة والنهابة والذين نشتكي منهم جميعا للمساهمة في القبض على إرهابيين كما تقول؟ هذا رقم 2. رقم 3، أخي أنا لم أقل بأن أبو العباس هو الذي هو الرائع وهو الذي كافح الإرهاب والمش عارف إيش والكذا والبقية يعني هم إرهابيين، هذا كلام، هذا غير صحيح. أنا قلت أنه أعلن عن مقتل
أربعة إرهابيين تم القبض عليهم في نطاق سيطرته في جبهة الكدحة، تمام؟ وبالتالي يبدو أنه قام بواجبه أفضل مما قام به الآخرون الذين لم يعلنوا حتى الآن عن من تم القبض عليهم، عن نتائج عملهم لم يعلنوا عنها حتى اللحظة. طيب، وبالتالي أنا أتحدث هنا عن إجراء طبيعي وقانوني ومنطقي يجب أن يحدث. أما التعمية على الناس هذه وإرهابهم بفكرة أنه أنتم يعني تتستروا على إرهابيين، أنتم أخي نحن لسنا متسترين على أحد، نحن لسنا قوة عسكرية أو قوة ميدانية حتى نتستر على أحد، نحن مواطنون ونحن متضررون من هذا العمل، وهناك حسابات شخصية ونزعات شخصية وأجندة ومصالح وأموال تدخل في هذه العملية، ونحن جميعا ندرك هذه العملية وأنها تدخل في جانب الجانب لم تجب عن سؤالي الجانب العسكري والأمني في هذه المسائل. عن سؤالي نعم تفضل، ما هو سؤالك؟ ما هي الدولة التي يعني تريدون أن تحصل في تعز؟ هل تريدون دولة يعني غير موجود فيها حزب الإصلاح تديرها العناصر الخارجة عن القانون؟ أخي يعني مع أن السؤال هذا لا يعد سؤالا بالمنطق، لكن يعني بمنطق آخر أيضا من ناحية منطقية، هل يستطيع طرف سياسي في داخل اليمن أن يقوم بإقصاء وإبعاد الإخوة في التجمع العلمي للإصلاح؟ هذا شيء غير منطقي وغير معقول، ونحن بالعكس خلال السنوات الماضية كنا يعني على الأقل على المستوى الشخصي كنا في غاية اللطف والتودد والعلاقات الطيبة مع الإخوة في التجمع العلمي للإصلاح، لأننا نتعامل معهم كشركاء، لكن حينما أطلقوا وباء يعني فاض بنا الكيل من إطلاق أيدي المجرمين والبلاطجة واللصوص والمعتدين والفوضويين داخل مدينة تعز، وأباحوا لهم أموالنا ودماءنا ولحومنا داخل مدينة تعز، ولم ينجحوا في يعني أي ملف يخص بعض العسكريين المشهورين بعمل البلطجة، وهم ليسوا عسكريين أصلا ولكن مدعين الانتماء للجانب العسكري، وبعد أن تحيزوا وبعد أن يعني أرهبوا الناس كما قلت لك أماني أو تخيلات حول أشياء معينة، هذا أصبح الشيء مرفوض. نحن في تعز أكثر مدينة داخل الجمهورية اليمنية يعني تطالب وتعمل دائما على مسألة رفض الوصاية الخارجية على الأقل خلال المرحلة الماضية، وكان هناك تجارب واتضح أن مدينة تعز منيعة وعصية على محاولة استغفالها أو لنقل محاولة احتوائها بمشروع خارجي أو مشروع غير وطني، وبالتالي لسنا بحاجة لهذا النوع من الإرهاب. دكتور فيصل، دكتور فيصل دعني أنقل كلامك بالضبط، وإلى توفير حياة جيدة للمواطنين. دعني أنقل هذه الصورة إلى الدكتور فيصل. دكتور فيصل في هذا السياق يعني هذه العناصر الخارجة عن القانون لسنا بحاجة لهذا. سيد شوقي، سيد شوقي هل تسمعني بشكل واضح؟ يا أخي يستكمل قضاياهم ويبحثوا عن هؤلاء الإرهابيين الذين يتحدثوا عنهم بدليل وبشواهد واضحة ويطلبوا أبو العباس. أنا سأنقل هذا الكلام إلى دكتور فيصل. دكتور فيصل في هذا السياق يعني عندما يرفع حزب عندما يرفع الإصلاح منطق الدولة، لكن كما يقول سيد شوقي تصرفات القوى المحسوبة عليه تشير إلى شيء آخر، أن النتيجة لن تكون دولة اليمنيين أو أبناء تعز في تعز مثلا، بل ستكون دولة الإصلاح. هل هذه الصورة التي يريد الإصلاح إيصالها في نهاية المطاف للناس، هل يريد التحكم بكل مفاصل الحياة في هذه المناطق؟ دعني أقول لك، أنا أولا لست ناطق باسم حزب الإصلاح، لا ولا أريد أن أكون ناطقا باسمهم، إذا أردتم اسألوهم من أنا إذا كانوا يريدون ذلك. لكن ما هو مشاهد أن هناك بعض القوى يعني بعض العناصر الخارجية عن القانون سواء في شمال المدينة أو في جنوبها، في جنوب المدينة يوجد إرهابي وفي شمال المدينة يوجد بلاطجة كما تفضل الأخ شوقي. نحن منذ اليوم الأول ومن البداية نقول بضبط كل هذه العناصر وإزاحتها عن المشهد، لأنها تسبب تأخيرا لعملية التحرير. نحن لسنا مع البلاطجة ولا مع المفصعين كما يسمونهم في تعز، ولا مع وجود إرهابيين يطعنون الجيش من الخلف. هل هذا معيب؟ هل هذا يضر الدولة؟ ما هي الدولة إلا أن تكون أمن وأمان للناس جميعا وتحب كل هذه العناصر خارج المشهد، ويعني إن كانوا أطفالا الذهاب بهم إلى الإصلاحيات، وإن كانوا يعني مستحقين لعقوبات قانونية فليعاقبهم القانون. لا أحد يتحدث خارج إطار القانون ولا عن نطاق القانون. طيب، ما يجب اليوم على القوى السياسية فعله هو التوحد لأجل إخراج تعز من هذه الأزمة وعدم إطالة هذا الصراع وعدم تحويل الصراع ما بين الجيش الوطني والإرهابيين إلى صراع سياسي بين الأحزاب. هذا ما نأمله من جميع القوى السياسية بما فيها الإصلاح وبما فيها الناصري، ونحن نشد على أيديهم ونؤكد هذه الدعوة
وإن كانوا يريدون جهة أو طرف يصلح بينهم نحن نتبرع في بهذا الصلح، أنا وكثير من أبناء تعز والأخ شوقي سيكون معي للإصلاح ما بين الإصلاح والناصري للخروج من هذه الأزمة. شكرا لكم ضيفي أحمد شوقي، أحمد الصحفي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من عدن، ومن كوالالمبور الدكتور فيصل علي الباحث والكاتب كنت معنا عبر السكايب من هناك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيا طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.